ثم أيضا المدارس التربوية والنفسانية الآن لازم أن تجتمع. الأولاد بحاجة إلى غذاء إيماني، غذاء تزكية النفس، ثم جانب علمي عقلي، ثم بعد ذلك إلى غذاء نفسي، بحيث أن لهم يعني رغبات، لهم أشياء يعني في دواخلهم. كن صريحا مع أولادك، صريح. جلسات، حبذا أن تكون هناك مجالس. الشيخ علي يحيى معمر الله يرحمه ألف كتاب سمر أسرة مسلمة، يسمرون يجلسون كل ليلة الأب والأم مع الأولاد، كل يوم يدرسون قضية بدءا من الطهارة، الوضوء، الصلاة، ثم بعد ذلك البلوغ، علامات البلوغ إلى غير ذلك. والأولاد يطرحون الأسئلة، لأن هذه المعلومات تثير فضولهم، والآباء يجيبون. ينشأ الابن هكذا يرتقي السلم، يقوى يوم بعد يوم، فضلا عن ولد ما سمع شيء وما حد علمنا شيء، ولا حد ربانا، ولا حد علمنا، ولا حد وجهنا. هذا صحيح، هذا موجود. ثم بجانب هذا أيضا قضايا سلبية، أشياء تنشأ مع الأبناء، أشياء سلبية، عادة سرية، كيف تخلص منها؟ ما أو ولدك الآن وقع فيها، ما تتبرأ منه، أو لا سمح الله بنتك أو ولدك وقع في الفاحشة، لازم أن تحتويه وتعالج الأمر. ليش الله قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت. هنا المسك في البيوت بغض النظر عن حكم الشرع الوارد هنا في الآية ما المقصود به، لكن المسك في البيوت هنا هو تضييق دائرة الفحش وتصحيح الخطأ والتوجيه والإرشاد. فلا بد أن يكون هناك محاورة ومداورة واحتواء للمشكلة مع الابن أو مع البنت، ولا يهمك إيش يعني، إيش بتضربة، بتكسرة، بتطرد من البيت، بتزداد نفور، بتزداد المشكلة تعقيد أكثر وأكثر. إنما تحتوي هذا الابن، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وكم أنت لك من أخطاء وسترك الله، فاستر على ولدك، أنت أولى من ستر على ولده، وأنت أولى من ستر على ابنته، إلا إذا كان متبجح، هذا قعد شيء آخر. لكن يخطئ مرة مرتين، استره، صححه، وجهه، سيكون لك خير معوان وستتعلم. الحياة مدرسة كبيرة، من الأخطاء تتعلم، ويتعلم الأبناء بقلبك الرؤوم. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة، كان قلبه رحيما يسع الصغير والكبير، يعالج الأخطاء. جاءه شاب قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا، هكذا أمام الصحابة بوقاحة، فأراد الصحابة أن يضربه، فقال: دعوه، تعال يا غلام، أتحبه لأمك؟ قال: لا يا رسول الله. تحب لعمتك؟ تحب لخالتك؟ تحب لبنتك؟ لأختك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فكذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم. فخرج الشاب قال: دخلت على رسول الله وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من عنده وما شيء أبغض إلي من الزنا. تربية صالحة، توجيه، احتواء. بحاجة الأبناء أن نحتويهم، سواء كان في الأسرة أو في المدرسة أو في الكلية، حتى لو يكبر يصير شاب متزوج عنده مشكلة احتويه، حاول أن تسمع إليه أناته وهمساته. وكم من ابن وابنة يجلسون في غرفهم لكن ما تدري ما يدور في يعني في قلوبهم من آهات وأحزان، وتتردد من أشياء كالجمر تحرقهم، ما يجدون. ليش إذا كبر الابن أخيه أو خاويه يبقى منك قلب حاني، ما نظرة استعلائية: يا ولد يا ولد يا ولد، أوامر ونواهي. لا، يريد حنية منك، يريد منك تستمع إليه، يريد عنده هموم، يريدك أن تشاركه فيها. هكذا ينبغي للآباء وينبغي للأبناء أيضا. ما يمكن أن الابن يخبر كل أصدقاء بالمشكلة، مثل ابتزاز إلكتروني، مثل أشياء كثيرة، ويخبر كل الناس، والأبوين آخر من يعلم. يا أخي الناس هذي أقرب إليكم، يمكن يعالجون القضية بهدوء. والذي أكبر منك بيوم، أكبر منك بسنة، يعني جربتهم الحياة وحنكتهم. وما يمكن للبنت أن تقع في شيء من الأخطاء ولا تخبر أمها على أقل تقدير. فإذا علينا أن نحتوي الأبناء، إذا أحب الأبناء آباءهم كان هناك الانفتاح، وكان هناك حل المشكلات وإزالة العوائق والتعقيدات وجميع هذه السلبيات.